لدى تشريف سموه الاحتفال باليوم الوطني الكويتي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أنها مناسبة غالية لدينا في البحرين مثل ما هي في الكويت، لما يربطنا شخصيا وعائليا وشعبيا من وشائج أخوة راسخة، وإنها فرصة نستحضر فيها بكل الاعتزاز الدور الرائد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في نهضة الكويت وتقدمها، وما تحقق في ظل عهده الميمون من منجزات وطنية وإقليمية وعالمية بفضل سياسته الحكيمة. وأعرب سموه عن أطيب التهاني وصادق التمنيات لسموه والحكومة والشعب الكويتي الشقيق، مقرونة بالدعاء أن يعيد هذه المناسبة على البلد الشقيق قيادة وشعبا وقد تحقق لها المزيد من الرقي والازدهار. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد تفضل بزيارة مقر سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، وبمعية سموه الكريمة نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين، وذلك بمناسبة الذكرى 58 لليوم الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير 28. وأكد سموه خلال الزيارة أن محبة دولة الكويت الشقيقة متأصلة في وجدان أبناء البحرين الذين يحملون للدولة الشقيقة قيادة وشعبا مودة صادقة ترتكز على ما يجمع بين البلدين من روابط أخوية تاريخية ووشائج قربة ومصير مشترك. وخلال الزيارة قال سموه: إننا حرصنا على أن نشارك الأخوة في دولة الكويت هذه اللحظات السعيدة، فما يفرحهم يفرحنا، ولنؤكد لهم أننا نشعر بالفخر والاعتزاز بما يحققونه من منجزات متقدمة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه. وأضاف سموه أن ما يجمعنا بدولة الكويت وشعبها الشقيق هو بنيان فريد أسسه الآباء والأجداد على دعائم قوية من المحبة والأخوة والإيمان بوحدة الهدف والمصير ويسير على نهجهم الأجيال. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهد العلاقات البحرينية الكويتية من تطور مستمر في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من قبل قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكدا سموه أن العلاقات بين البلدين تتميز بأنها ذات أفاق متنامية وفرص متزايدة لتوثيق عرى التعاون بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين. وأشاد سموه بالدور الريادي لدولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه في دفع جهود التكامل والتعاون خليجيا وعربيا، وما يقوم به سموه من دور إنساني رائد نال تقدير وإعجاب العالم أجمع. من جانبه عبر الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي عن أسمى معاني الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ما يوليه سموه من حرص على مشاركة الكويت أفراحها باحتفالاتها الوطنية، تجسيدا لما يكنه سموه وشعب البحرين جميعا من مشاعر أخوية نبيلة تعكس ما تتميز به علاقات البلدين من خصوصية، مؤكدا أن سموه يحظى بمحبة وتقدير جميع أبناء الكويت لكون سموه رمزا خليجيا وقامة كبيرة حققت لوطنها وأمتها العديد من الإنجازات. يحمي حماها بالفعول المنيفة للعز برهان وللطيب عنوان جمعتها في حضرتك يا خليفة، للعز برهان وللطيب عنوان جمعتها في حضرتك يا خليفة، تشهد على ما قول سكات الأزمان هم أزبن اللي نايشتها المخيفة، تشهد على ما قول سكات الأزمان هم أزبن اللي نايشتها المخيفة. واليوم عيد من فضل عالي الشان عيد الوطن شوف النفوس العفيفة، واليوم عيد من فضل عالي الشان عيد الوطن شوف النفوس العفيفة،
يا مرحبا وعداد ما هالودان من يعتبر للشعب درعه وسيفه. يا مرحبا وعداد ما هالودان من يعتبر للشعب درعه وسيفه. ما يكفي المنطوق لو كان ما كان تكسر حروف الشيء دون الخليفة. سلامتكم. إن شاء الله تديم هذه الأعياد بسلامة قادتنا، والله يوفقنا إن شاء الله لخدمة بلداننا وشعوبنا. هذه الأيام مناسبة لنشوف بعض ونتبادل ذكرياتنا وأحاديثنا عن العلاقات التي ورثناها من آباء وأجداد. ولله الحمد حنا سائرين على ما ورثناه من محبة وعلاقة فيما بيننا. والله يوفقنا إن شاء الله جميعا لخدمة بلداننا وشعوبنا.